زي ما انتوا شايفين، زلمقة كان كلب بطوط صغنن. كان بيجي كل يوم المحل عندي يقولي عم طاطا جعان، وانا طبعا كنت بوصي الصنعي اللي موجود يجيب لهم اكل واروق عليهم واظبطهم. واكلهم ودلعهم، لان انا بحس انهم مالهمش ذنب في اي حاجه بتحصل لهم من سكان الاماكن اللي بيكونوا عايشين حواليهم. وكانوا كل يوم بياكلوا سعداء وكويسين، ياكلوا رز فراخ، ياكلوا رجول فراخ، ياكلوا مصارين اللي الصنايعي بيطلعه لي من المجزر من جوه برميه لهم. زي ما احنا شايفين كده مليانين قراض ومعفنين بس لزاز. بحس انهم محتاجين المساعدة. الكلاب دي طيبة حتى في تفكيرها، كل دي لحوم قدامه وانفة تقعد تنقي راس راس. طب انت قدامك خمس روس، هبكل راسه خلاص. لا، لازم يقعد ينقي راس راس، الراس اللي تعجبه وتكيفه ياكلها، ما كلها روس. طبعا استمتعت معاهم ان انا باكلهم كل يوم وبراعيهم، وده ما كانش مشقة عليا، يعني دي حاجة كويسة ان انا براعي كلاب الشوارع، كلاب البلدي او الكلاب المصرية. وفضلت بالوضع ده كتير، ايام ويام ويام. وفي يوم جاني الولد ادم وقال لي الحق يا عم طاطا، الحق يا عم طاطا. قلت له الحق ايه يا ولد؟ قال لي الحق زلمقة. قلت له زلمقة صديق المنطقة؟ زلمقة صديق يوسف؟ قال لي الحقه. طبعا هو كان سعيد وفرحان وبياكل كل يوم ومبسوط جدا. رحت لقيت زلمقة مرمي ميت، مات جنب صفحة الزبالة، وياريته مات وحده. سكان الكلاب المؤذيين سموهم، ياريت واحد بس. دي واحد تاني تحت العربية اهو، ده بقى حلمقة جغنن زيه واقع ميت يا عيني. مش واحد ولا اتنين، الأشرار قتلوهم كلهم، قتلوهم كلهم بدون رحمة. حطوا لهم الأكل المسموم، زي ما انتوا شايفين أموات. طبعا الكلاب استقرت على إنها لازم تقوم بثورة، ثورة ضد البني آدمين. الدكورة اتجمعت اهي وقفشوا آخر نتاية موجودة وتناوبوا عليها الاغتصاب عشان ينتجوا كلاب كتير. قرروا انهم يعملوا ثورة انجاب الكلاب، ولا نفع معهم مية ولا نفع معهم حاجة. ابسط رد فعل من الكلاب ثورة كلاب الشوارع المصرية. انجوي، استمتعوا. المهم انكم تنتقموا بطريقتكم يا كلاب الشوارع.
فيديو جديد. كملوا مش هتندموا. سلام.